الحفل الذي سيعرف تكريم صديق المغرب الكبير سيد سقط، وأيضا تكريم شخصية لها وزنها الاعتباري في بلدنا الأستاذة عائشة. لن سعيد في هذا اللقاء الذي أيضا سيعرف احتفاء السينما الإفريقي، المهرجان السينمائي الذي سيمتد طيلة هذا الأسبوع سيشكل محطة لتعميق البعد الإفريقي من زاوية ثقافية سينمائية، والاختيار الذي أكد عليه جلالتكم رحمه الله، ولهذا ألوه بهذه المبادرة وألوه بهذا الاحتفال لهاتين الشخصيتين. شكرا. De la paz que me han otorgado, que me ha ido a recibir. La paz es la gran tarea, la paz es el esfuerzo más justo que necesitamos, la convivencia entre los pueblos, el entendimiento, y como saben siempre he sido un gran defensor de la amistad entre España y Marruecos. Países hermanos, países vecinos, países con historia común, y tenemos que ser un ejemplo de cómo esa amistad favorece el entendimiento y la paz entre los pueblos. Gracias. Merci, muchísimo. Bueno, este es la fija, أي دولة تلقي لنا درس في الديمقراطية، لأن نحن دولة إنصاف ومصالحة، شعب إنصاف ومصالحة بمقدوره أن يتقدم نحو الوطن الذي يدرس الجميع، والذي رسمناه في الخطوات الأولى عندما أعلنا في معية جلالة الملك على أننا نتقدم نحو الوطنية والمصالحة. إذا لا أقول بصراحة للأسف هولندا وضع ضيفة هذه الدولة لهذا السبب، لأننا نحن الذي اكتوينا بالاستعمار لا نريد لأي حال من الأحوال أن تلقن لأي دولة كما سميها كما شاء أي غرس، لأننا نعرف مسارنا ونرسم بخطة ثابتة، وأعتقد أنها في هذه المحطة كذلك محطة مهمة جدا في مسار الفلوس. réalisé par Hugo Bachelet, qui est un film qui parle des racines et de l'importance de retrouver ses origines pour se sentir bien et continuer à avancer dans la vie. Donc, un grand plaisir d'être ici à cette septième édition de la Base de Bain. Il y a plein de choses, il y a plein de films à regarder. اليوم عشنا اللحظات الاولى ديال افتتاح الدوره السابعه للمهرجان الدولي للسينما والذاكره المشتركه في مدينه ماضور على ضفاف بحيره مرشيكا. دوره اللي التيمه ديالها الاساسيه هي حضور النساء وحضور المراه الافريقيه في السينما، اللي هي تيمه مهمه على اعتبار ان المراه هي نصف المجتمع، فالحضور ديالها في السينما حضور نوعي. كذلك اليوم الحفل الافتتاح كان تميز تكريم مجموعه من الشخصيات اللي هما شخصيات متميزه سواء على مستوى الفن، سواء على مستوى الكوميديا، سواء على مستوى الشعر، خلال مجموعة من الأسماء ناصر تشارنا، نجيب أمهالي، وكذلك تكريم الشاعر الكبير سعيد المساوي، كذلك حضور رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسي لويس زاباتيرو. الحضور ديالو الكلمة ديالو يؤكد على حوار ديال الحضارات، على أنه ما أحوجنا إلى عالم يسوده السلم والأمان عن طريق الحوار، عن طريق قبول الآخر، عن طريق يعني تبادل الثقافات وإلغاء كل ما له علاقة بالإقصاء باحتقار الآخر. فالأكيد أنه مهرجان السينما هو نقطة ضوء كتنضاف للمشهد الثقافي والفني على مستوى الناظور على مستوى الريف، ولكن طلب يبقى دائما طلب مفتوح، وأنه دار قاعة سينمائية هنا بمدينة الناظور، لأنه الساكنة والناس ديال الناظور يستحقون قاعة سينمائية بمواصفة. Et ici, il y a Nador pour la compétition hors compétition. On m'a sélectionné pour la compétition hors compétition, c'est le studio pour dire ça. Voilà quoi. Mais là, Nador, on est bien accueillis. À cette édition, on se passe bien et vraiment, on est tous contents d'être ici.